عنا الشق المهني من هذا الملف. ينضم إلي المحاضر في علم الإجرام دكتور وليد حداد. مساء الخير دكتور وليد. يعني أريد أن أبدأ بإصرار نتنياهو على إقحام الشباك لمعالجة قضية الإجرام في المجتمع العربي، ولكن بالمقابل هنالك معارضة داخل جهاز الشباك في هذه المسألة، على ماذا يدل ذلك؟ نعم، في الحقيقة هي المعارضة بالداخل المؤسسة من داخل الحكومة هي نوعين معارضة. معارضة المستشارة القضائية للحكومة لا تقول فيها تعدي حقوق المواطن وحقوق المعتقلين وكل الأمور اللي تمس بجوهر الديمقراطية الإسرائيلية، ولكن مهم أكثر نتعمق بمعارضة الشباك. يعني رئيس جهاد الشباك رونين بار هو معارض أيضا، ويقول لا نريد أن نكشف تقنيات نستعملها. يعني المعارضة اللي جاية من الشباك هي من منطلقات أخرى، أنه لا يريدين أن يكشفوا أساليب التحقيق وأساليب التجسس وكل التقنيات الموجودة عندنا. الآن هو نقاش على مدار سنوات، ولكن مهم نأكد للتاريخ أنه بال2003 عندما حاربت حكومة شارون في حينه اللي نتنياهو كان نفسه وزير مالية بهذه الحكومة بال2003، عصابة روزنشتاين وأبوطبل وأبرجل، تم استخدام تقنيات الشباك ولكن لم يكشفوا للجمهور. أنا ما يعنيني لماذا هذا النقاش، عندما قرروا محاربة عصابات الإجرام اليهودية استعملوا تقنيات، كان ما يسمى الدرون أو الطائرة المسيرة. نعم. فوق بيوت ما كناش نعرفها بالعشرين سنة، هذا الاختراع. صحيح. التجسس يطيروها فوق بيوت الرؤساء العصابات ويتجسسوا عليهم، لأنه ما كان في إمكانيات أخرى، كانوا حذرين جدا وتم الإيقاع بهم. عند المحاكمة تم الكشف عن التقنيات اللي استعملت في موافقة وأمر قاضي. فمن هون يعني أنا أعتقد أنه حتى النقاش هو خبيث في سبيل أنه مجتمعنا ينقسم قسمين. عندما الدولة تريد استخدام جهاز الأمن العام ما يسمى الشباك في أي قضية، واستعملت في قضية وباء، يعني فيش دولة بالعالم استعملت جهاز الأمن غير إسرائيل. صحيح. في الوباء واليوم في كل فترة الكورونا. صحيح. كل الأبحاث اللي أجروها على الكورونا هو جهاز الأمن العام تدخل في الوباء ولم يستطيع الحد منه ولم يستطيع منع حالة موت واحدة. ولكن الدولة هل استشارت مواطنيها العرب أو اليهود؟ الآن بقضية العينية تحديدا بالجريمة المجتمع العربي، وعندما يعني أعلن نتنياهو، أنا باعتقادي يعني هذا يندرج مع رؤية اليمين. يعني بن غفير اليوم هو يرى الفلسطيني في داخل إسرائيل والفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية هو نفس الفلسطيني. صحيح. اللي يجب إخضاعه لسلطة عسكرية وسلطة أمنية. وتأكيدا على ذلك دكتور، يعني بن غفير يعمل على تشريع قانون يتيح له إصدار أوامر اعتقال إدارية بحجة محاربة الإجرام، كيف تنظر لذلك؟ يعني وصفت النوايا بالخبيثة وهي فعلا كذلك. نعم نعم، بن غفير يريد، يعني ما هو حسب قانون الشباك اللي مش كل المشاهدين بيعرفوه، هو يحق لك اعتقال الإنسان لغاية شهر من غير بدون مقابل محامي، يجوز انتزاع الاعترافات، يجوز استعمال نوع معين من الضغط والقوة وغير، يعني مش الضغط النفسي نمط، يعني قوة جسدية معقولة بحسب. نعم. المحكمة. فمن هنا يعني بن غفير هذا يندرج بالضبط مع رؤيته. يعني بكرة ممكن بحجة مكافحة الجريمة إنسان اتهم بسرقة بقرتين من كيبوتسي يتم اعتقاله من قبل الشباك. لأنه بن غفير يتحدث عن الجريمة الزراعية، يعني سرقة اللاحق، سرقة الأفوكادو. صحيح. والمعزة وغيره، يعني الأمر مضحك ومبكي. ممكن بكرة نسمع إنسان اعتقل على جريمة أمنية اللي هي سرقة عنستين من شي كيبوتس أو بقرتين أو غيره. صحيح. فمن هنا يعني أنا أعتقد أنه كل توجه نتنياهو هو أيضا إبضاء بن غفير. بن غفير مش قادر يمنع العنف حتى في المجتمع الإسرائيلي وتدهور الوضع اللي تدهور بالمجتمع العربي. نتحدث عن 102 قتيل فقط. للمقارنة بال2016 كان إردان وزير الشرطة، وأنهينا العام 2016 مع 53 قتيل وقلنا عن إردان وزير شرطة فاشل. فاليوم بن غفير يجب تسليم المفاتيح، هو يعني باعتقاد الحكومة الحالية هذا سوف يعطيها بعض الأكسجين وبعض الأيام الاستمرار من خلال طرح مشروع الشباك وغيره. هنالك الكثير من الأصوات دكتور كما أشرت التي يعني تنادي وتطالب بنيامين نتنياهو بأن يقيل بن غفير من منصبه، وأخرهم كان أيضا غانتس وقبل يومين لبيد. هل باعتقادك هذا السيناريو وارد في ظل الضغوطات أيضا على بنيامين نتنياهو؟ يعني أعتقد أنه أيضا من ناحيته هذا الملف بات مقلق. القناة 12 يعني يوم الجمعة أيضا استعرضت معطيات تشير إلى ارتفاع منسوب الجريمة أيضا في المجتمع اليهودي، لا يقارن بالمجتمع العربي ولكن هنالك ارتفاع. لكن مهم التأكيد، نحن اليوم أمام يعني حكومة جدا خطرة، حكومة يمنية فاشية. ولكن ما يعني نتنياهو، نتنياهو بالمناسبة يمكن من أكثر قيادات إسرائيلية وزعماء كان عنده ذكاء وتفكيره، ولكن كيف يستمر؟ هو لن يستمر في السلطة إذا أقال بن غفير. يعني مهم أنه هو اليوم ما يعني نتنياهو هو ليس جريمة لا بالشعب العربي ولا بالشعب اليهودي، مصلحته بالدرجة الأولى، استمراريته، محاكمته. هل إقالة بن غفير يخدمه لا يخدمه؟
فمن هنا أنا أقول يعني القيادات هذا نقاش بداخل الشارع اليهودي، نعم الشارع الإسرائيلي وال يعني خلينا نقول الصف الأول الأمنيين الإسرائيليين العسكريين والشرطة والأمن يرون في 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 بن غفير كقائد أو كوزير فاشل، وهذا نقاش آخر، ولكن نتنياهو لا يعني ما يقولون له، يعني كيف يستمر 4 سنوات في الحكومة. وفقط من منطلق الشفافية دكتور، حتى هنالك أصوات من داخل المجتمع العربي منهم رؤساء يعني بلديات وأكاديميين قالوا أنه إذا كان هذا الحل الذي سيقضي على استفحال الجريمة فليكن. سؤالي لإلك بداية، كيف تنظر لهذا؟ واضح أنه من منطلق أنه جميعنا سائمنا وقلقين ونشعر بحالة من انعدام الأمن والأمان، ولكن كيف تنظر لهذه التصريحات؟ والشق الثاني من سؤالي، إذا ما هي الأدوات المتاحة بين أيدي الشرطة أو الحكومة الإسرائيلية؟ أولا القيادات العربية، واستمعت لرؤساء بلديات ومجالس، وفي قسم منهم كنت بتواصل معهم بهذا الصدد أنه أشرح لهم، هم يطلقون هذه التصريح عن عجز، يعني لا حول لنا ولا قوة. يا أخي في رئيس مجلس قال جيبوا لنا الموساد، جيبوا لنا أي قوة عسكرية، المهم توقفوا. يعني إحنا قاب قوسين ما أدنى نطلب حكم عسكري، حتى نعمل حكم عسكري مع ما يسمى منع تجول بساعات الليل وانتهى، يعني ممكن نوصل للجريمة لصفر. يعني بأيام الحكم العسكري ما كان في جريمة، ما كان في سرقة، ومش مستبعد يعني يكون في اقتراح من هذا القبيل. فاليوم نحن كمجتمع عربي نتيجة العجز وعندنا قيادات غير مدركة للأمر، ممكن نطالب، إحنا نيجي نطالب الحكومة تعالوا أعطونا حطونا. هذه ليست حلول، الحلول هي مسؤولية الدولة، هي نفس الدولة التي حاربت عصابات جريمة. وأنا قلتها عندما حاربت عصابات جريمة بالشارع اليهودي، كشفوا عن التقنيات بعد الاعتقالات في المحاكمات. الآن إذا بتسأليني الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الشرطة تحديدا لديها القوة؟ نعم لديها القوة، ولكن لا يوجد لديها النية. جهاز الاستخبارات بالشرطة هو لديه معلومات بأسماء المجرمين وأسماء العصابات ومخازن السلاح، ولكن لا يوجد نية، لا يوجد خطة لهذا الأمر. فمن هنا يعني النقاش هذا اللي أنا كمان مرة بكرر، هو نقاش خبيث في سبيل أنه إحنا نلتهي أنه نعم شباك، لا شباك. الشباك لما يدخل على المجتمع العربي ما بيستشيرونا. وفقط بالمناسبة يعني هذا مهم نأكد عليها، حتى لما غيروا قانون تجارة المخدرات من جنوب لبنان بعد خطف الحنان تيتيباوم وأنه من تجارة مخدرات تم خطف عقيد بالجيش، غيروا القوانين، صار كل من يضبط على الحدود اللبنانية في تجارة هيروين يتم الزج فيه بالسجن تحت بند مخالفات أمنية، التواصل مع عميل أجنبي والتخابر ومخالفة أمنية. بطلنا نسمع على تهريب مخدرات لحدود لبنان، حتى قرية الغجر فتحوها اليوم، فيش يعني حاجز عسكري زي ما كان بالماضي، لأنه المواطن اللي كانوا غالبيتهم عرب للحقيقة تجار المخدرات عرفوا أنه ممكن يعلق في قضية أمنية. فالدولة لما غيرت القوانين من مخالفة جنائية لمخالفة أمنية بالمخدرات ما عشوا استشارونا. يعني إذا هنالك وسائل أخرى دكتور. نعم. وبسؤال أخير باقتضاب بإذنك، يعني ما المطلوب الآن من المجتمع العربي، من القيادات، لا نقصد فقط القيادات السياسية والنواب في الكنيسة، من كل القيادات الروحية الدينية التربوية باعتقادك؟ يعني هذا اللي أنا عم بحاول بالأيام الأخيرة أطلق زي صرخة، لا مؤتمر عام، مؤتمر طوارئ للمجتمع العربي. يعني اليوم القائم الموحد عنده مشروع، القائمة واحدة عندها مشروع، الجبهة العربية التغيير عندها مشروع، لجنة المتابعة، اللجنة القطرية، أنا عم بلاحظ مش نفس المشاريع اللي عم تنطرح. يجب دمج ربما هذه المشاريع من خلال مؤتمر طوارئ، زي ما كتير يعني بمناسبات أخرى شعوب أقليات تتصرف تعمل مؤتمر طوارئ اللي يكون فيه قيادة. أنا أعتقد أنه موضوع الجريمة هذا عليه إجماع، هذا موضوع إجماع، هذا مش قضية سياسية. يعني قضية سياسية أنه موقفنا من القدس ولا موقفنا من أوسلو، هذه قضية إجرام وقتل. لماذا لا تجتمع القيادات العربية في مؤتمر طوارئ وتخرج في بيان موحد؟ وهو سؤال جوهري في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مجتمعنا. دكتور وليد حداد المحاضر في علم الإجرام، جزيل الشكر لك على حضورك وعلى هذه المقولة والمعلومات.